لابد أن الكثير منكم يبحث عن تطبيقات أو مواقع أو طرق للربح من الإنترنت، ولكنه لم يجد. وإذا حتى وجد يعني تطبيقات أو مواقع يعمل عليها لشهرين، 3 أشهر، 4 أشهر، 6 أشهر، وفي الأخير تنصب عليه ولا ترسل له الأموال الخاصة به. في هذه الحلقة سوف نقدم لكم طريقة سهلة لربح المال من الإنترنت عن طريق يعني الاستطلاعات أو إكمال الاستطلاعات والاستبيانات وأيضا العروض. وهذه الطريقة تعتبر من أسهل الطرق التي يعتمد عليها المبتدئين في ربح بعض المال من الإنترنت. إذا كنت مهتمين بهذا الفيديو لا تنسوا وضع لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ومرحبا بكم على قناة Profit in the World في هذا الفيديو الجديد. إذا مباشرة سوف ننتقل إلى الشرح. إذا سوف أترك لكم رابط هذا الموقع أسفل الفيديو في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق مثبت، وهو موقع لوت أب. هذا الموقع يعني في البداية هو تطبيق أو موقع صادق 100%. الكثير من اليوتيوبرز والكثير من الأشخاص يعملون على هذا الموقع ويسحبون على أموالهم على سواء على الباي بال أو بعض الطرق السحب الأخرى التي سوف نشاهدها من خلال شرحنا لهذا الموقع. إذا بعد دخولك للرابط الموجود في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت سوف تظهر معك هذه الواجهة. كل ما عليك فعله هو الضغط على خيار سينك أب بهذا الشكل. بعد ذلك سوف يظهر معك صفحة التسجيل، تقوم بوضع الإيميل الخاص بك، ثم تقوم بوضع اليوزر نيم وهو اسم صغير يتكون من 3 حروف، 4 حروف، 5 حروف، رقم، رقمين، 3 أرقام كما تريد أنت، ثم تقوم بوضع الباسورد، ثم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بهذا الموقع، ثم بعد ذلك راح تقوم بالضغط على خيار سينك أب. أو تقوم بوضع أو يعني حل كود الكابتشا الموجود في الأسفل ثم الضغط على خيار سينك أب، أو يمكنك مباشرة التسجيل بواسطة الجيميل أو حسابك على الفيسبوك، يعني اختر الطريقة التي تناسبك. فأنا لدي حساب في الموقع، راح نقوم بالدخول إليه بهذا الشكل بالضغط على خيار لوجين ثم اختيار الحساب الخاص بي كما تلاحظ. هنا في الأعلى إخواني الكرام في المربع الموجود باللون الأزرق سوف تجد عدد النقاط الخاصة بك. أنا لدي 739.9 بوينتس أو نقطة. كما تلاحظون هنا في الصفحة الرئيسية يقول لك أنه كل 1000 نقطة تساوي 1 دولار. مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم. لو نزلنا هنا إلى الأسفل راح يعطينا بعض المهام، يقول لك أكمل الملف الشخصي الخاص بك وسوف تتحصل على 25 نقطة، أكمل أو قم بتحميل تطبيقهم الخاص على متجر جوجل بلاي راح تحصل على 10 نقاط، أيضا يعني قم بتأكيد الإيميل الخاص بك راح تحصل على 10 نقاط، يعني بعض المهام البسيطة جدا يمكنك أنك تتحصل منها على بعض النقاط. لو ذهبنا هنا إلى خيار يعني الخيار هنا الموجود ايرن في الاسفل سوف تظهر معي صفحة الربح من هذا الموقع. فهنالك عدة طرق من خلال اكمال عروض الاوفر وول، الكاش باك، وايضا يعني اكمال العروض او الاستبيانات، وايضا مشاهدة الفيديوهات واكمال السيرفيات. فمباشرة راح نقوم بشرح لكم واحدة واحدة. نبدأ بالأولى. كما تلاحظون هنا راح يعطيك بعض الاستطلاعات وبعض الاستبيانات، فكلما قمت بإكمال هذه الاستبيانات أو الاستطلاعات تتحصل على نقاط. فمثلا هذا الاستطلاع راح تتحصل من خلاله على 65 نقطة، أما هذا السيرفي فراح تتحصل من خلاله على 75 نقطة. راح نقوم بالذهاب إلى هنا ثم Watch Video، فمن هنا يمكنك مشاهدة الفيديوهات والحصول على النقاط وجمع النقاط الخاصة بك. فعندما تقوم بإكمال وتشاهد أي فيديو مباشرة سوف يحتسب لك النقاط وسوف تظهر معك في الحساب الخاص بك. أما عن الطريقة الثالثة فهي من خلال الأوفرز، فيعطيك هنا الكثير من الأوفرز التي بإمكانك أن تقوم بإكمالها والحصول على نقاط إضافية. فمثلا هنا تحميل تطبيق علي بابا للتسوق راح تحصل على 128 نقطة. أما الخيار الآخر وهو من خلال الكاش باك كما تلاحظون، فهنا يجب أن تقوم بقراءة هذه الأشياء الخاصة بالكاش باك حتى تعرف طريقة عمل هذه الكاش باك بالتفصيل. فأنا يعني لم أتطرق إليها، فلذلك لا أستطيع أن أشرح لك شيء يعني لم أجربه. وبالتالي هنا يمكنك الربح من خلال الكاش باك عن طريق موقع لوت أب.
راح نذهب إلى الخيار الأخير من خلال الأوفر وول كما تلاحظون إخواني الكرام. فيمكنك إكمال العروض على شركة أد جيم، فكما تلاحظون عندما تقوم بالدخول إليها راح تظهر معك مجموعة كبيرة من العروض الخاصة بهذه الشركة، راح تقوم بإكمال هذه العروض. فالموقع يعني يمنع استعمال الفي بي ان، وإذا استعملت الفي بي ان استعمله على دولة واحدة حتى لا يتم حظر الحساب الخاص بك أو عدم يعني احتساب النقاط الخاصة بك. الآن أكملنا مع خانة الخاصة بالربح، راح نذهب إلى خانة شوب أو التسوق، راح نقوم بالضغط عليها بهذا الشكل، راح توجهنا إلى صفحة أخرى، راح نقوم بالضغط على next 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 بهذا الشكل ثم get started كما تلاحظ. ففي هذه الخانة يمكنك الحصول على الكاش باك من خلال هذه المواقع، مثلا وندر شير وهو خاص بموقع خاص ب يعني برنامج المونتاج، يعني نسيت اسمه. المهم يعني سوف تجد الكثير من العروض الخاصه بالكاش باك. ما هو الكاش باك؟ هو عندما تقوم بشراء برنامج او شراء تطبيق او شحن في تطبيق راح يتم استرجاع لك بعض النسبه مئويه من الاموال الخاصه بك. راح نذهب الى خيار جيف ويز، فهنا مسابقات يوميه او اسبوعيه او شهريه يمكنك ان تشارك فيها مجانا وبالنقاط، ويعني راح تحصل على نقاط اضافيه كما قلنا. هنا يقول لك انه 50 فائز سوف يتحصلون على يعني 60,000 نقطة، سوف تقوم بتوزيعها على 50 فائز. بالنسبة لتاريخ يعني انتهاء هذه المسابقة يوم 12 ديسمبر 2022، وبالتالي يمكنك أن تشارك فيها مجانا بالضغط على خيار فري بهذا الشكل، ثم هنا راح تقوم بإكمال هذه الأشياء الخاصة بك ثم تضغط على خيار Enter Giveaway بهذا الشكل، راح تقوم بالضغط مرة أخرى. فقد انضممنا إلى هذا الجيفوي بنجاح، راح نقوم بالعودة بهذا الشكل، راح نقوم بالدخول إلى جيفوي آخر بهذا الشكل ثم نقوم بالانضمام إليه بهذا الشكل ثم نضغط على خيار انضمام. كما تلاحظون لقد انضممنا إلى هذا الجيفوي بنجاح. الآن راح يعني ننزل إلى أسفل، فهنا جيفويز آخر ولكن باستعمال النقاط. هنا يجي يعني تخسر 25 نقطة، ممكن تربح ممكن لا تربح. نذهب إلى خيار Contents أو مسابقة على ما أعتقد، فهنا يوجد مسابقة يعني أو يعني عدد الأشخاص الذين ربحوا من هذا الموقع، أكثر الأشخاص الذين ربحوا من هذا الموقع، أو يعني مسابقة لأشخاص يعني من خلال جمع النقاط، من خلال إحضار الريفيرال، ومن خلال يعني إكمال السيرفيس. فهنالك عدة مسابقات كما تلاحظون. مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم. وهنالك نقاط توزع على الفائزين. نذهب إلى خيار الآخر وهو خيار ريديم، آخر شيء معنا وهو يعني السحب من الموقع. للعلم أنه الحد الأدنى للسحب من موقع لوت أب هو 1 دولار فقط على البيبال. فلو ذهبنا هنا اخترنا البيبال، فيقول لك أنه 1000 نقطة تساوي 1 دولار. راح تقوم بوضع هنا عدد النقاط، ثم هنا تقوم بوضع الإيميل الخاص بك، ثم تضغط على خيار كونفيرم، وسوف يتم مراجعة السحب في غضون يوم إلى غاية يومين، وسوف يتم الدفع لك بنجاح. هنا يقول لك أنه الحد الأدنى للسحب كما تلاحظون وهو 1000 نقطة، يعني ما يعادل 1 دولار. يمكنك سحب بطاقات كما تلاحظون جيفت كارد، بطاقة ماستر كارد أو فيزا كارد، ويعني تقوم بشحنها إلى الفيزا كارت الخاصة بك، أو يمكنك السحب عن طريق الكريبتو أو العملات الإلكترونية. يعني هذا الخيار ربما حاليا هو غير متوفر، وبالتالي ممكن أنه سوف يتم إضافته في الأيام القادمة إن شاء الله. من هنا من هذا الخيار سوف تجد العديد من الأمور الخاصة بحسابك، من بينها معلومات حسابك وأيضا الريفيرال، وأيضا يعني إذا كنت تريد التواصل مع أصحاب الموقع إذا كان لديك أي مشكلة. تقريبا هذا كل ما يخص الموقع الخاص بنا لنهار اليوم. إذا كان لديكم أي سؤال اطرحوا السؤال الخاص بكم في خانة التعليقات. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.